أهلا بكم من جديد. أصدر مصرف البحرين المركزي البيانات الخاصة بالنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة لشهر فبراير عام 2020، حيث كشفت عن تحسن المؤشرات النقدية والمصرفية بشكل عام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. مشاهدينا، التقرير التالي يستعرض التفاصيل. عقد مجلس إدارة صندوق العمل تمكين اجتماعا اطلع خلاله على مقترح برنامج دعم استمرارية الأعمال، والذي تقدمه تمكين ضمن منظومة الجهود الوطنية المتواصلة من أجل توحيد المساعي لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا. وأكد الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة تمكين خلال الاجتماع على أهمية توفر الدعم اللازم للقطاع الخاص للتعامل مع التحديات الاقتصادية بشكل عام، سواء في ضوء ما تقدمه تمكين من برامج على مستوى الأفراد والمؤسسات أو ما سيتم طرحه والتركيز عليه خلال الفترة المقبلة من برنامج أو برامج خاصة في ظل الظروف الراهنة. شهدت الأسواق المحلية حالة من الاستقرار مع انتظام حركة توريدات الخضروات والفواكه، إذ وصلت إلى مملكة البحرين شحنات من الخضروات والفواكه تقدر ب 1400 طن، ما أدى إلى انخفاض الأسعار في الأسواق المركزية المحلية بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70%. وقال رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين إن الأسواق المحلية تشهد انخفاضا في أسعار الخضروات، مجددا تأكيد توافر السلع الغذائية في الأسواق. والآن مشاهدينا، نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 24%، مغلقا التداولات عند مستوى 1313 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2,669,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 296,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 44 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، وكما نلاحظ على الشاشة، أقفلت معظم البورصات باللون الأحمر نهاية تداولات هذا اليوم، وكانت أبرز الرابحين سوق دبي المالي التي أقفلت على ارتفاع نسبته 6 نقاط مئوية تقريباً. أعلن مصرف الإمارات المركزي إجراءات جديدة لضمان توافر السيولة، حيث عزز حزمة تحفيز للنظام المصرفي لتصل إلى 70 مليار دولار من 27 مليار دولار. وأقر مجلس إدارة المركزي الإماراتي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، ما سيسهم في تعزيز السيولة وضخ ما يقدر ب 61 مليار
مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي، يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني وإدارة السيولة لديها. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. أبل تبدأ إنتاج أغطية واقية للوجوه لكي يستخدمونها العاملون في المجال الطبي. أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن الوقت مناسب الآن لبيع سندات بهدف جمع أموال تساعد على تخفيف تبعات فيروس كورونا. وأضاف كودلو أن إصدار سندات خزانة أمريكية مرتبطة بفيروس كورونا فكرة رائعة، وأن هذا سيكون استثمارا طويل الأجل في مستقبل الصحة والسلامة والاقتصاد في أمريكا. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد تمثل التحدي الأكبر للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشمل بالدرجة الأولى دول منطقة اليورو. وأكدت ميركل أن ألمانيا ستتمكن من النجاح في هذه الظروف على أمد طويل فقط في حال نجاح أوروبا كلها. وأشارت إلى أنه ينبغي على ألمانيا ودول أوروبا تطوير القدرات الخاصة في مجال إنتاج معدات الحماية الطبية. قررت الحكومة الإيطالية تخفيض 400 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد. وشدد وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتيري أنه مع هذا المرسوم فإنهم يتخذون تدبيرا غير مسبوق، وذلك لمساعدة شركاتهم لتخطي هذه الأزمة. كشفت سنغافورة عن إنفاق اقتصادي إضافي يبلغ حجمه 3 مليارات و600 مليون دولار لدعم الأجور وتخفيف الرسوم وتمويل مدفوعات غير متكررة لمكافحة جائحة فيروس كورونا. وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية السنغافوري هنغ سويكيت أن الإجراءات تشمل مساعدات أكبر للأجور لجميع الشركات في شهر أبريل الجاري، والإعفاءات من رسوم الإيجار والعمالة الأجنبية للشركات. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. بدأت شركة أبل إنتاج أغطية واقية للوجوه لكي يستخدمونها العاملون في المجال الطبي. وتخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لإنتاج أكثر من 1 مليون واق في كل أسبوع. وقامت الشركة بتوفير 20 مليون كمامة تبرعت بها في شتى أنحاء العالم للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد. وتقوم شركات على اختلاف أنشطتها بتحويل الإنتاج للمساعدة في صنع المعدات الطبية الحيوية والإمدادات للمستشفيات حول العالم.